techniques are dangerous, and avoid the test on people for the purpose for banter. These techniques can be used for self-defense, and only when necessary. السلام عليكم يا شباب. هنتعلم النهارده تكنيك مهم جدا، هو اسمه تشيكشون تشيكشون تشيكشون. اوكي، ده المسمى الصيني بتاعه، او الكف الجانبي. تمام، بيساوي عندنا كف برضو المستقيم بالم سترايك، اوكي، ممكن برضو تشين بانشز، لكن التشيكشون لازم طبعا زي ما اتفقنا شباب ان كل تكنيك بيخرج من السنتر لاين، بكون قريب من خط المنتصف المنتصف. تمام، واللي مش فاهم يعني سنتر لاين يراجع الحلقه السابقه عن مفهوم السنتر لاين. طيب التكنيك ده، تمام، اللي هو تشيك تشون او الكف الجانبي، بستخدمه غالبا في نمبر 1 هنا في الحنجره، اوكي، او الرقبه، اوكي، بستخدمه بالجنب هنا. تمام، ممكن استخدمه كضربه، ممكن يعني كلكمه ضربه، ممكن استخدمه متتالي ورا بعض، ممكن استخدمه ان انا بوقع الخصم. هنشوف ده في الفايت الواقعي. تمام، لو الخصم بيضربني عادي ممكن اعمل معاه تانسا، وممكن اعمل لوسا ووسا واي تكنيك مهما كان. ركزوا معايا، يلا اهو تانسا، اوكي، ممكن وانا بلف اروح طالع فوق. تمام، ممكن اضرب، تمام، ممكن اوقع، اوكي، يلا يلا يا كوتش اضرب، او ممكن باكس او ادخل اهو او اقعد تحت، شايفين لفيته ازاي. تمام، ممكن اكمل ورا بعض اضرب كده، ممكن اضرب كده. تمام، اهو يا كوتش. المعلم لا يكون ابدا هو العاطي للحقيقة، بل هو المرشد والموجه للحقيقة التي يجب على كل طالب ان يجدها بنفسه. ممكن نفس النظام، ممكن نفس النظام. تمام يا شباب، ممكن نستخدم برضو ان انا هوقع، اضرب يا كوتش جامد، واقف اهو لفيت دخلت، ها ممكن اضرب، اوكي، ممكن من الجنب كده اضرب وازق اوقع الفه اهو جبته، ممكن اضرب ورا بعض او اضرب كده ورا بعض. تمام ماشي يا كوتش، اتفضل. ممكن استخدمه مع الركلات، لو الخصم جاري مندفع عليا ومنهاجم عليا. تمام، بصوا معايا كده براها خالص، اتفضل يا كوتش، ضربت نزلت ورا بعض اهوت، ممكن ايه اهو ازق لتحت واقع برضه. اوكي ماشي يا كوتش. يبقى تشيك تشون او الكف الجانبي مهم جدا، بضرب دايما في لاما الصدر، اوكي، الصدر ما نزلش تحت. تمام، بضرب في جوانب الوجه، جانب الرقبه، في الرقبه. تمام، بوقع، بضرب متتالي، بستخدمه اتفضل يا كوتش اضرب مع باكساو. تمام، ممكن استخدمها مع التانساو. تمام اهوت، اوكي، ممكن استخدمه مع كوع، ضربات متتاليه. اوكي، تكنيك مهم جدا، حركه بسيطه مش صعبه وليها استخدامات عديده، ممكن انت تدمج مع الباكساو مع التانساو. يا رب تكونوا استفدتوا من تكنيك النهارده، وياريت نكون بنتابع الحلقات السابقه كلها، لان الوينج تشون احنا بنتعلم تكنيكات، وبعدين انت بتدمج ده مع ده ده مع ده، تفهم الفلسفه، تتمرن كتير، بعدين بتلاقي الحلقات والتكنيكات اشتغلت معاك تلقائيا. اشوفكم ان شاء الله رب العالمين في الحلقه الجايه. Peace.